أقامت مديرية الدفاع المدني في محافظة بابل ممارسة وقائية بمشاركة دوائر خدمية لدرء خطر الفيضانات حال وقوعها لاختبار جهوزية كل الفرق ونشر التوعية المجتمعية حول كيفية التعامل الصحيح مع الحوادث لا سيما في موسم الأمطار على التوصيات اللجنة العليا لإدارة الدفاع المدني تم إجراء ممارسة عملية وهذه الممارسة الثانية لغرض الغرض منها درء الفيضانات التي تحصل في المحافظة لا سمح الله وكذلك الزلازل والفيضانات بإشراف مباشر من قبل مديرية الدفاع مدني بابل وكذلك الدوائر الساندة المتمثلة 16 دائرة داخل المحافظة الغرض من عندها درء الفيضانات داخل المحافظه. تقوم جمعيه الهلال الاحمر العراقي فرع بابل هذا اليوم بجراء ممارسه ميدانيه للحد من مخاطر الكوارث والاستجابه لها بالتعاون مع قياده شرطه بابل ومديريه الدفاع المدني وبعض الدوائر السانده الاخرى. باعتبارنا احد اعضاء خليه اداره الازمه فهنالك احد مجموعه من المهام تقع على عاتق جمعيتنا منها الوقوف على قدره الموارد البشريه ومقدار تدريبهم واستعدادهم للاستجابه للكوارث. نتامل من هذه الممارسه كما من الممارسه السابقه أن فاد من الأخطاء ونقع على نقاط الضعف والخلل الموجودة بالموارد البشرية والإمكانيات المتوا... المتاحة سواء لجمعيتنا أو باقي الدوائر لغرض التنسيق للخروج بفرق مثالية تحد من, الخواط... من مخاطر الكوارث المستقبلية لا سمح الله إذا ما عصفت بالبلاد